تقرير عن أحداث جامعة بخت الرضا وكيف ساعد الطلاب الحركات المسلحة واستغلالهم لهذا المناخ الإيجابي بعد الحوار الوطني في تخريب كلية التربية في جامعة بخت الرضا ودمار شامل لهذه الكلية التي تعتبر من أعرق الكليات التربية على مستوى الإقليم والوطن العربي، وتم حرقها تماما. لا يمكن أن تستمر الجامعة بطلاب يسعون لتدمير كل البنى التحتية التي بناها الشعب السوداني بدون أي عقاب. تم الاتفاق أن يبصر كل القوى السياسية بهذا السلوك الذي لا يقبله أحد، بأن تستغل الجامعات وساحة الجامعات للتدمير والحرق والقتل. وصادق المكتب القيادي